في لحظات نادرة نشعر بدفق من الحنان والعطف، نبحث عن مصدر هذا الإحساس الرائع لنرى وجها طيبا يحمل في قسماته الود والصدق، فنبتسم للحياة بمزيد من التفاؤل. ولكن قد يأتي يوم يضيع فيه هذا الحلم الجميل، عندها علينا التجمل بالصبر لأنه العزاء الوحيد في تلك اللحظات. أخبرني يا ألوين، هل أنت جاد بإعادة فتح ذلك المنجم القديم؟ أريد مضايقة روبن، وبفتح هذا المنجم أكون قد عرضته للمتاعب. ولكنك لن تضايق روبن فقط، بل ستدمر الغابة بما فيها. فلتدمر الغابة؟ إن تدميرها يساعدني على التخلص من أولئك الأولاد الذين يؤرقون حياتي. يجب أن أذكرك بشيء مهم، لقد تم إغلاق ذلك المنجم بأمر من اللورد الذي كان يحكم نوتنغهام قبلك. إن قراره غير صائب، كان مضطرا إلى ذلك. ما قصدك؟ في ذلك العهد كان هناك من يملي القرارات عليه. ولكن الواقع قد تغير، لم يعد هناك في إنجلترا كلها رجل أقوى مني ليحد من سلطتي، لذا سأتصرف كما يحلو لي لأنني سأصبح الحاكم الأول لهذه البلاد. إن تفكيرك مرعب. ولكن اسمعني يا ألوين، إن تصرفاتك هذه ستعرضك لمتاعب كثيرة، ثم إن لن أتراجع عن فتح ذلك المنجم من جديد مهما كانت النتائج، لكنني قد أحتاج إلى بعض الوقت كي يصبح هذا الأمر في حيز التنفيذ. أما يا جولي، قلت لك كفي عن هذا المزاح يا جولي. سوف تنالين عقابك أيتها الشقية. هون عليك أيها الفتى. المعذرة، إن هذا المكان لم يعد مناسبا للعب. ما هو السبب؟ سأوضح الأمر. بعد أيام قليلة سيبدأ العمل في منجم قريب من هنا كان قد أغلق منذ فترة طويلة. ما رأيكم؟ لماذا؟ يبدو أنك قد أصبت بالزكام. ما الذي أتى بك إلى هنا يا سيدي؟ لقد جئت كي أعمل في منجم جيبسون، فأنا من عمال المناجم. ماذا تعني بالمناجم؟ ألا تعرفين ما هو المنجم؟ إنه مكان تحت الأرض نستخرج منه الثروات، هل فهمتي؟ لا يا سيدي، لم أفهم. حسنا، نحن نحفر الأرض بوساطة هذا المعول. هل عرفت الآن ما هي مهنتي؟ تقريبا. ممتاز. ولكنني سمعت أن هذا المنجم قد أغلق لأن موقعه ضار وغير مناسب يا سيدي. من أخبرك بذلك؟ سمعت أيضا أن هذا المنجم ضار بالبيئة. ولكنهم لم يخبروني بهذا الأمر. انظر إليه، إن هذا الرجل يشبه أبي تماما. فعلا إنه يشبهه، لقد لاحظت ذلك منذ البداية. إذن هناك أوامر سابقة تحظر إعادة فتح هذا المنجم. ولكنني أستغرب أوامر اللورد ألوين بإعادة فتحه من جديد. لقد أرسل اللورد ألوين في طلب من أجل تفحص الوضع الحالي للمنجم، ولا بد أنه الآن في الطريق إلى هنا. يتوجب علي الآن الذهاب إلى المنجم. أرجوك لا تصغي إلى كلام اللورد ألوين، إنه مجرم. ماذا؟ إنه على استعداد دائم لارتكاب أي خطأ إرضاء لنزواته الشخصية. ولكنني عبد مأمور، لذا سأقوم بفحص المنجم ودراسة وضعه الحالي. سيد كيرك، أرجو أن تقدروا موقفي، فأنا مضطر إلى الذهاب لأنها أوامر اللورد ألوين، كما أن مهنتي تحتم علي فحص المنجم، لذا سأقوم بواجبي فقط نظرا لخطورة الموقف، فربما كان المنجم غير صالح للعمل. إلى اللقاء. ما اسمك؟ أظن اسمي جولي. إلى اللقاء يا جولي. لقد حدثني والدي عن هذا المنجم، قال لي حين ذاك إنه لم يعد صالحا للعمل. أعتقد أنه يشكل خطرا على البيئة أيضا.
إذن لماذا يريد ألوين إعادة فتحه طالما أنه مضر؟ لعله يريد مضايقتنا لأننا استولينا على أموال الضرائب، ولكن هذا يبقى مجرد احتمال. روبن، علينا أن نحاول منعه. نعم، هيا بنا، يجب أن نخبر جون بالأمر. جولي، أين اختفت جولي؟ لماذا لحقت بي يا جولي؟ لأنك... هيا لا تخجلي مني، تكلمي. لأنك تشبه أبي إلى حد كبير. أختي ديالا قالت لي هذا الكلام. حقا؟ هذا غريب، وهل توافقينها على ذلك؟ ما رأيك أنت يا جولي، هل أشبه والدك بالفعل؟ لا أذكره يا سيدي، ولكن نويل وديالا حدثاني عنه كثيرا. لا بأس، يبدو أنكم تعيشون حياة قاسية في هذه الغابة الواسعة. اسمعي، ما رأيك في أن تذهبي معي إلى المنجم، وذلك كي تتعرفي إلى عمال المناجم عن قرب؟ أجل، هيا بنا. هل أنت سعيدة الآن يا ابنتي؟ لا علاقة لنا بالأمر. لا تحاولوا توريطنا معكم. المرة الماضية اندفعتم من تلقاء أنفسكم لأن الأمر يهمكم. هل أثر ذلك الولد الصغير في معنوياتكم؟ إياك أن تذكر هذا مرة ثانية. أنا لا علاقة لي بالأمر، إنها أوامر اللورد ألوين. أرى أنكم في زيارتنا، ما هو طلبكم؟ اسأليهم. إن اللورد ألوين ينوي فتح المنجم القديم وطلب مني إعلامكم. ولماذا؟ لم أكن أعلم بوجود مثل هذا المنجم القديم. أنيس هالسن، هل سنرافقهم إلى ذلك المنجم؟ لا أدري، لأن أمر هذا المنجم لا يعني لنا شيئا. لا عليك، فأنا مستعد للذهاب. بإمكانك البقاء هنا إذا أردت، فأنت تحتاجين إلى بعض الراحة والهدوء. هل تظن أنني ضعيفة إلى هذا الحد يا جول؟ سنمر على القلعة قبل أن نذهب، هل يرضيك هذا؟ أنا لا مانع لدي. إلى اللقاء. إن أمر هذا المنجم لا يعنينا، وأرجو أن تنسى الموضوع. ولكن يا جون، إن هذا المنجم ضرر كبير على الغابة كلها، لذا يتوجب علينا منعهم. ولماذا نمنعهم؟ دعهم يحفرون هذا المنجم، ففي ذلك فائدة كبيرة لنا، فقد يستخرجون منه الذهب. كلام صحيح. روبن أخي ويل، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا ديالا؟ لقد ضاعت جولي، بحثت عنها في كل مكان. وكيف ضاعت؟ ترى أين ذهبت؟ ربما لحقت جولي بالسيد كيرك عامل المنجم. عامل المنجم؟ إن السيد كيرك يشبه أبي إلى حد بعيد، وربما فعلا إنه يشبه عمي، لم أنتبه لذلك. هيا بنا يا روبن، الوقت يمر. هذا جيد. يا لجماله. لا تبرحي مكانك. غريب، ما هذا؟ أغلق المنجم بقرار من حاكم نوتنغهام السابق، ولكن لماذا؟ لابد أن في الأمر سرا. مر زمن طويل على إغلاقه، عوامل الزمن واضحة عليه. لقد مر على إغلاقه أكثر من 20 سنة. سيد كير، أنا آسف لتأخري. قل لي لماذا يشع هذا الحجر يا سيدي؟ لأنه يحتوي على بعض النحاس. حسنا. هل أنت كيرك خبير المناجم؟ أجل، لابد أنك واحد من جنود اللورد ألوين. من هذه الطفلة؟ إنها جولي، ابنتي الصغيرة.
ولكن وجودها قد يسبب لنا المتاعب. لا اطمئن، فهي معتادة على طبيعة عملي. لا بأس، هيا فلنبدأ العمل. لقد حاولت أن أبدأ العمل لكنني لم أستطع ذلك. إن باب المنجم محكم الإغلاق، لذا لم أتمكن من الدخول. هيا. تحملين في يدك؟ ماذا تحملين في يدك؟ مجرد حجر. ها؟ هل عثرت عليه هنا؟ لا، لقد عثر عليه أبي. حقا؟ والدك رجل طيب؟ نعم. أنا اسمي ألسن، ما اسمك أنت؟ اسمي جولي. إذن تعالي يا جولي، يجب أن نخرج من هنا كي لا نعرقل عمل والدك. هيا بنا. بريق رائع، ذهب. إنه بريق نحاس. أيوجد ماء هنا؟ لابد أن النهر ينبع من هذا المنجم. يا إلهي توقفوا حالا، ستتعرض الغابة لخطر كبير. وما الذي حصل؟ عرفت الآن سبب إغلاق هذا المنجم، إن فيه مواد خطرة وسامة. لا تخف، هي محصورة هنا. ولكن المياه تنبع من هنا وقد تحمل السموم إلى الغابة. لا يهم، تابعوا العمل، لا تهتموا لهذا الرجل. إن حياتكم في خطر أيضا، صدقوني. انتظر، أين تذهب؟ ارجع. يتوجب علي إيقاف هؤلاء الحمقى بأي شكل كان. أيها الوغد، الحقوا به. لابد أن السفر مع والدك أمر ممتع. ما هي المهنة التي يعمل بها والدك أنت؟ إن والدي متوفى يا جولي، وأنا الآن أعيش وحيدة. وأنا أيضا، لقد رحل والدي عنا منذ زمن طويل، والسيد كيرك مجرد صديق فقط. أنا آسفة جدا، لم أكن أعرف ذلك، ظننت أنه أبوك. لا، إنه يشبه أبي إلى حد كبير. حسنا، لقد فهم، كان أخي يعاملني كالأب الرؤوف. إنني أقدر شعورك يا جولي. شعوري؟ طبعا، فأنت طفلة رقيقة. إنني أستغرب هذا الود المفاجئ من ألسين. انظر إليها، تبدو سعيدة على غير عادتها. ألسين تصرف يا روبن، يجب ألا نترك جولي معها. لماذا غادرت المنجم؟ إن تصرفك الأحمق هذا سيعرضك إلى عقوبة جسيمة، لأن من يخالف أوامر اللورد ألوين لن يلقى إلا العقاب. ولقد أرسلت بك كي تشرف على العمل هنا فقط، وإذا أردت أن تنجو بنفسك عد إلى المنجم. لن أخون الشرف مهنتي. جولي هيا بنا. لكنك ستندم. افعل ما شئت. عد فورا إلى المنجم، وإلا ستكون حياة ابنتك هذه في خطر مؤكد. جولي دع هذه الطفلة. لا تتدخلي فيما لا يعنيك.
أنسة ألسن، لا علاقة لنا في هذا الأمر. موافقتك على العمل تعني حياة هذه البنت؟ أختي جولي سفلة. ألم تقرر بعد؟ إذن سأنفذ ما وعدتك به. هيا أترك هذه البنت. أتهددينني؟ إنها طفلة بريئة، لذا دعها وشأنها. لقد أخافني هذا الرجل. جولي شكرا لك يا أنسة ألسن. لا عليك، هيا عودي إلى البيت. أمنعك صلاحيات تامة، فإن لم ينفذ ذلك الخبير أوامري بدقة اقتل. هيا اقبضوا على ذلك الرجل. ماذا تنتظرون؟ هيا امسكوا به. إياكم. لقد حذرتك وأعتقد أن كلامي كان واضحا، لذا أنصحك بالابتعاد عن طريقي، مفهوم؟ من هناك؟ أوغاد، هيا ابتعدوا عن هذا المكان. روبن هود؟ من؟ هيا أوقفوهم، اهجموا. أمسكوا به قبل أن يهرب، هيا بسرعة. هيا بنا، الوضع سيء. لا، لن أذهب ما دام روبن هنا. يا أنسة، أرجو أن تنقذي هذه الطفلة. ولكنني قد أشغل عنها. أرجوك، إنها هيا أبعديها من هنا، إنها أمانة في عنقي. اذهبي أيتها الصغيرة، فأنت لا تعرفين قسوة الكبار بعد. وداعا وداعا جولي. وداعا، سأراك عما قريب. اذهبوا الى سيدكم واخبروه انني ساظل كابوسه المرعب. يا لك من عنيد، هيا فلننسحب. هيا هيا هيا. تشجع يا سيد كير. نعم ارجو. عشت طوال حياتي وحيدا اتنقل من منجم الى اخر سعيا وراء لقمة العيش، وعندما رأيت جولي احببتها وكأنها ابنتي تماما. تماسك يا سيدي. أرجوكم بلغوا جولي السلام، هذه الطفلة غاية في الروعة. ما زالت ابتسامتها البريئة تشع أمام عيني. أجل، كأنني في حلم. سيد كيرك، سيد كيرك، سيد كيرك، سيد كيرك. ربما كان السيد كيرك في الطريق إلى قريته الآن. نعم، هل سأراه ثانية؟ لست أدري، ولكن احتفظي بهذا الحجر لأنه تذكار منه. أجل. أنسة ألسن، لقد حان وقت الرحيل. أجل، ولكن وأنا سأعود إلى البيت أيضا. أخبريني، هل ستأتي لزيارتي؟ نعم، سأحاول. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا ألسن، إلى اللقاء أيتها الفتاة الجميلة. لا تنسي وعدك لي يا ألسن. إلى اللقاء. هيا فلنعد إلى البيت يا جولي. كنت أودع ألسن، إنها صديقتي وأنا أحبها كثيرا. قالت لي إنها وحيدة وليس لها أقارب، كما أنها وعدتني بزيارة قريبة إلى منزلنا. لقد أحببتها لأنها أنقذت حياتي. إن ألسن فتاة طيبة، ولكنها تبدو قاسية الطباع، لأن ألواين زرع في قلبها الحقد. إذن تلك هي ليديا؟ أجل، وعلينا اختطافها كي نضغط على روبن هود، ولكن أخلاقنا لا تسمح لنا بذلك. لا
ليس هناك ما يدعو إلى التذمر، فغايتنا من ذلك توريط روبن وإلقاء القبض عليه. لا بأس، تغير الأمر هكذا. إذن أسرع في اختطافها كي تكون طعما لذلك المتمرد الذي لا يكف عن مضايقتي. سيدي اللورد، لقد عملت ماري وسيا سيدي. أخشى. لم أعثر على سمكة واحدة. إذن أنت صياد فاشل، هيا اعترف. اخرس، لن أبرح هذا المكان قبل أن أصطاد، إن ديالا في انتظاري.